السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم إن شاء الله غنشوفو التمرين 31 الصفحة 91، التمرين خاص بالمقرر المفيد في الرياضيات. إذا السؤال ديال التمرين عمي العبارات التالية، وبالتالي التمرين هو خاص بالتعميل. إذا نبدأ إن شاء الله بأول تعبير، وهو أ تساوي إكس ناقص 2 الكل أس 2 ناقص 3 إكس عامل إكس ناقص 2. إذا تنعرفوا بأن في عمليات التعميل أول حاجة خاصنا نقوم بها هو أننا نبحثوا على العامل المشترك. ملي كنقولوا العامل المشترك يعني الحاجة اللي كتكرر في جميع الأطراف. إذا كتلاحظوا معايا هنا، إن لاحظنا جيدا أن الحاجة اللي كتعاود في الطرف الأول وفي الطرف الثاني هو لو تيرم إكس ناقص 2. إذا هذا هو اللي كيتعاود في الطرفين بجوج. كتلاحظوا معايا هنا كاينه إكس ناقص 2 وكاين هنا أيضا إكس ناقص 2. إذا نستنتج أن إكس ناقص 2 هو العامل المشترك. طريقة التعميل دائما نكتب العامل المشترك هو الأول. إذا أكتب تساوي إكس ناقص 2 اللي هو العامل المشترك، كنوضع علامة الضرب ونفتح قوس التعميل. إذا داخل قوس التعميل ماذا نكتب؟ نكتب الأعداد المتبقية أو الأطراف المتبقية. يعني إلا حيدنا هذا العامل المشترك، إلا حيدناه من هنا، داكشي اللي تيبقى لنا هو اللي كنكتبوه هنا داخل الأقواس. إذا نبدأ بالطرف الأول. هنا كتلاحظوا معايا كاينه إكس ناقص 2 الكل أس 2، هذا يعني أن إكس ناقص 2 راه عندنا منها جوج، يعني راها مكررة مرتين. يعني إلا حيدت إكس ناقص 2 وحدة، غتبقى عندي وحدة أخرى في هاد الطرف الأول لأنهما كاينين جوج. إذا حيدنا إكس ناقص 2 وحدة عملنا بها، وغتبقى عندنا وحدة أخرى هي اللي غنكتب داخل القوس. بالنسبة للطرف الثاني، هنا إلا حيدنا العامل المشترك اللي هو إكس ناقص 2، إلا حيدناه أشنو غيبقى عندنا؟ غتبقى عندنا ناقص 3 إكس، دونك هي اللي غنكتبو داخل القوس. وهنا غنكونو كملنا عملية التعميل. اللي غيبقى عندنا من بعد غيكون فقط الحساب، يعني غنحاولو نحسبو إلا عندنا شي حاجة ممكن نحسبوها داخل قوس التعميل. أما الحاجة اللي عملنا بها فما كنبقاوش نقيسوها، غنعاود نكتب إكس ناقص 2 في، وهنا غنحسبو، نحاولو نحسبو. دونك إكس غنحسبوها مع ناقص 3 إكس، إذا إكس ناقص 3 إكس هي ناقص 2 إكس. واضح؟ لأن هنا العدد اللي مضروب في إكس هو واحد، وهنا ناقص 3، واحد ناقص 3 هي ناقص 2، في حين أن ناقص 2 غنحتفظو بها لأن ما كاينش شي عدد هنا واحد آخر اللي نقدر نحسبو مع ناقص 2. وهنا غنكونو كملنا عملية التعميل. ما نقدروش نحسبو ناقص 2 إكس مع ناقص 2، هادو ما كيتحسبوش. علاش؟ لأن 2 ما فيهاش إكس. باش نقدر نحسبهم بجوج خاص يكون هنا أيضا إكس، يعني خاص يكونوا عندي نفس المجاهيل أو لنفس الحروف. نمشيو للتعبير الثاني اللي هو التعبير بي. إذا كما كتلاحظو عندي بي هي 5 إكس تساوي 5 إكس عامل لي إكس ناقص 3 ناقص 3 عامل لي 3 ناقص إكس. إذا هذا هو التعبير بي. هنا كتبت لكم إكس مينيسكول باش ما يبقاش يتغلط لكم مع علامة الضرب ديال في. إذا هنا غنحاولوا نلاحظوا مزيان باش نعرفوا على العامل المشترك. إذا كتلاحظوا معايا كاين شي حاجة اللي كتشابه اللي هو إكس ناقص 3. دونك هنا عندنا إكس ناقص 3، وهنا عندنا العكس، عندنا 3 ناقص إكس. دونك إكس ناقص 3 و 3 ناقص إكس راه ماشي بحال بحال، هاد 3 ناقص إكس راه هو المقابل ديال إكس ناقص 3. دونك باش يوليو عندي بحال بحال، غناخدو هاد إشارة ناقص اللي عندنا هنا، وغنحاول ندخلها هنا داخل القوس باش يوليو عندي القوسين بحال بحال. لاحظوا معايا، دونك غنكتب 5 إكس عامل لي إكس ناقص 3، هادي غنحتفظو بها، وهنا عوض ناقص غندير زائد، لان هاد ناقص هادي غندخلها داخل القوس. دونك كتولي عندي زائد 3 ناقص، الا دخلناها هنا 3 ستصبح ناقص 3، يعني كنغيروا الاشاره، وناقص اكس سيصبح زائد اكس. دائما اشاره ناقص الا دخلناها كتغير لنا الاشارات. اذا 3 غتولي ناقص 3، وناقص اكس سيصبح زائد اكس. وهنا غيبان لنا العامل المشترك اللي هو اكس ناقص 3، هو اكس ناقص 3
هادو راهم بحال بحال. دوك العامل المشترك ديالي هو اكس ناقص 3. اذا دائما كنكتبوا العامل المشترك علامه الضرب ونفتحوا قوس التعميل. قلنا قوس التعميل كنكتبوا فيه داكشي اللي غيبقى الا حيدنا العامل المشترك. اذا الا حيدت اكس ناقص 3 هادشي غندير لكم دابا الان كديروا غير في الوسخ. مثلا كنشطبوا على العامل المشترك من هنا من الطرف الاول وكنشطبوا عليه من الطرف الثاني وداكشي اللي كيبقى هو اللي كنكتب داخل القوس. هنا في الاول شنو غيبقى عندنا الا حيدنا هذا؟ غتبقى 5 اكس. دونك هي اللي غنكتب هنا. وفي الطرف الثاني اللي حيدناه غيبقى عندنا زائد 3 هي اللي غنكتب داخل القوس. وغنكون هنا كملت عمليه التعميل لان هادو ما يقدروش يتحسبوا. 5 اكس و3 ما نقدروش نحسبوهم. دونك هنا غنحبسوا عمليه التعميل. نمشيو للتعبير الثاني اللي هو التعبير سي. اذا التعبير سي يساوي 4 اكس ناقص 1 عامل لاكس ناقص 3 نعم ناقص 3 عامل لاكس ناقص 3. اذا التعبير سي هو هذا. اذا دائما نفس الطريقه نبحث دائما عن العامل المشترك. اذا العامل المشترك الى لاحظنا جيدا فكيبان لنا بكل وضوح هو اكس ناقص 3 لان كاينه اكس ناقص 3 هنا في هذا الطرف الاول وكاينه اكس ناقص 3 هنا في الطرف الثاني. اذا نستنتج ان اكس ناقص 3 هو العامل المشترك. اذا نكتب اكس ناقص 3 اللي هو العامل المشترك علامه الضرب ثم نفتح اقواس التعميل او قوس التعميل. اذا دائما نشطب على العامل المشترك من جميع الاطراف ونكتب الاطراف المتبقيه. اذا الا حيدنا اكس ناقص 3 من الطرف الاول اللي غيبقى عندنا هو 4 اكس ناقص 1 هذا هو اللي غيبقى. دونك هو اللي غنكتب هنا داخل قوس التعميل. اكتب 4 اكس ناقص 1. في الطرف الثاني الا حيدنا اكس ناقص 3 غتبقى عندنا ناقص 3 دونك هي اللي غنكتب داخل قوس التعميل. الان سالينا عمليه التعميل غنشوف واش كاينه شي حاجه اللي نقدروا نحسبوها. لاحظوا معايا داخل القوس عندنا 4 اكس ناقص 1 ناقص 3 يعني نقدر نحسب هاد العددين اللي هما ناقص 1 ناقص 3. ناقص 1 ناقص 3 هما عددان سالبان. اذا نحتفظ بالإشارة السالبة وأقوم بجمع العددين. 1 زائد 3 هي 4 دونك تعطينا ناقص 4 والتعميل ديالنا غيكون هو هذا. ممكن أننا نكمل واحد المرحلة أخرى نقدروا نعملوا هذا. كلا كتلاحظوا معايا عندنا واحد العامل المشترك اللي هو العدد 4. إذا نقدر نعمل هذا تا هو بالعدد 4 ممكن أنني نحبس هنا فالعملية غتكون صحيحة. نمشيو للتعبير الموالي اللي هو التعبير دي. اذا التعبير دي اللي هو هذا عندنا 2 اكس. اذا التعبير دي لدينا 2 اكس زائد 1 الكل اس 2 ناقص 5 اكس عامل ل 2 اكس زائد 1. اذا هذا هو التعبير دي. كتلاحظوا معايا الا لاحظنا جيدا فالعامل المشترك بين بكل وضوح اللي هو 2 اكس زائد 1. كتلاحظوا معايا هنا كاينه 2 اكس زائد 1 وهنا كاينه 2 اكس زائد 1. اذا 2 اكس زائد 1 هو العامل المشترك لان العامل المشترك هو اللي كيبقى يتعاود في جميع الاطراف. اذا نكتب العامل المشترك هو 2 اكس زائد 1 علامه الضرب ونفتح قوس التعميل. دابا كنرجع العامل المشترك كنشطب عليه من جميع الاطراف والاعداد اللي كتبقى هو اللي كنكتبهم داخل قوس التعميل. اذا لاحظوا معايا هنا عندنا 2 اكس زائد 1 الكل اس 2. هاد اس 2 كتعني ليا بان هاد القوس هذا راه كاين جوج مرات. هاد جوج اكس زائد 1 كاينين عندنا جوج. دونك الا عملنا بوحده غتبقى عندنا وحده اخرى هي اللي غنكتبو داخل قوس التعميل. مفهوم؟ في الطرف الثاني الا حيدنا جوج اكس زائد 1 حيدناها غتبقى عندنا ناقص 5 اكس هي اللي غادي نكتب داخل القوس. وغنكون هنا سالينا عمليه التعميل. نشوفوا واش كاينه شي حاجه اللي نقدروا نحسبوها داخل قوس التعميل. لاحظوا معايا كاينه جوج اكس ناقص 5 اكس. دونك هاد الجوج هادو نقدروا نحسبوهم لانهم فيهم نفس المجهول او لا نفس الحرف اللي هو اكس. اذا غنحسبوا 2 ناقص 5 عدد موجب ناقص عدد سالب. كناخذوا اشاره العدد الاكبر. الاكبر هنا هو 5 اشارته سالبه ومن بعد نقوم بطرح العددين. 5 ناقص 2 هي 3 دونك هي ناقص 3 اكس زائد العدد 1.
وهنا غنكونو سالينا عمليه التعميم. نمشيو للتعبير الموالي اللي هو التعبير او. اذا او عندنا 9 اكس اس 2 ناقص 36. هذه عندها واحد التعميل خاص، هذا التعبير هذا عنده واحد التعميل خاص، لان هذه عباره على متطابقه هامه. المتطابقات الهامه النشر ديالهم كيكون خاص والتعميل ديالهم ايضا كيكون خاص. غندير لكم واحد التذكير هنا في الجانب بخصوص هذه المتطابقه الهامه اللي هي ا ناقص بي عامل ل ا زائد بي كتساوي ا اس 2 ناقص بي اس 2. هذه المتطابقه الهامه الثالثه. اذا الا عطاونا بحال هذه وطلبوا منا نديروا لها النشر، فالنشر ديالها هو هذا ا اس 2 ناقص بي اس 2. اما الا عطاونا ا اس 2 ناقص بي اس 2 وطلبوا منا نديروا لها التعميل، فالتعميل ديالها هو هذا. واضح؟ اذا ا اس 2 ناقص بي اس 2 يعني خاص الاول يكون مكتوب على شكل قوه اس 2 والثاني حتى هو خاص يكون مكتوب على شكل قوه اس 2. اذا لاحظوا معايا 9 اكس اس 2 9 هو 3 اس 2 اكس اس 2 ناقص 36. 36 هي 6 في 6. اذا قلنا بان 9 هي 3 اس 2 لان 9 هي 3 في 3 واكس احتفظنا به اس 2. 36 عوضتها ب 6 في 6. اذا هنا 3 اس 2 واكس اس 2 غنجمعهم بجوج وغندير لهم اس واحد. دونك غنكتب 3 اكس الكل اس 2 ناقص 6 في 6 هي 6 اس 2. دونك العمليه ديالي ولات مكتوبه على شكل ا اس 2 ناقص ب اس 2 اللي هي هذه اللي هضرنا عليها في المتطابقه الهامه. في التعميل ديالها شنو هو؟ كناخذوا ا ناقص ب ونضربه في ا زائد ب. ا ديالنا حنا في هذه الحاله هو 3 اكس وب هو 6. اذا التعميل ديالنا غيكون هو 3 اكس ناقص 6 عامل 3 اكس زائد 6 لان ا ديالنا هو 3 اكس وب ديالنا هو 6 في هذه الحاله. نمشيو للتعبير الموالي اللي هو التعبير اف. اذا كما كتلاحظوا معايا التعبير اف هو ايضا عباره على متطابقه هامه رقم 3. اذا 25 على 4 ناقص 81 اكس اس 2. اذا هنا غنحاولوا ايضا نديروا ليه نفس الطريقه اللي درنا هنا في التعبير او. دونك غنحاول نكتبوا هذا على شكل اس 2 وهذا ايضا على شكل اس 2 باش يعطينا هذا المثال هذا ا اس 2 ناقص ب اس 2. دونك 25 كنعرفوا بان 25 هي 5 في 5 دونك هي 5 اس 2 و4 هي 2 في 2 هي 2 اس 2. 81 هي 9 في 9 اذا فهي 9 اس 2 ثم اكتب اكس اس 2. اذا هادو غنحاول نجمعهم بجوج في قوس واحد 5 على 2 الكل اس 2 وهذه غتعطينا 9 اكس حتى هما غنجمعهم بجوج بهم في قوسين واحد. دونك هيا ولات عندي مكتوبه على شكل ا اس 2 ناقص ب اس 2 والتعميل ديالها كنشدو هاد الاول 5 ناقص 2 نطرح منه 9 اكس ثم نضربه في مجموع العددين. اذا 5 على 2 زائد 9 اكس وهنا نكونو كملنا عمليه التعميل. نمشيو للتعبير الاخير اللي هو التعبير جي. اذا التعبير جي لدينا 2 اكس زائد 1 الكل اس 2 زائد 4 اكس اس 2 ناقص 1. اذا التعبير جي هو مختلف على التعابير السابقه. دونك غنحاولوا نعملوا هاد العددين بجوج بهم هما الاولين 4 اكس اس 2 ناقص 1 عاد في الاخير غنضيفوا عليهم 2 اكس زائد 1 الكل اس 2. اذا تبعوا معايا غنحتفظوا ب 2 اكس زائد 1 الكل اس 2 حتى الاخير وهنا غنحاول نعمل هاد جوج. دونك هادو غنديروهم على شكل متطابقه هامه كما درنا في التعبير او والتعبير اف. اذا 4 اكس الكل اس 2 نعلم ان 4 هي 2 في 2 وبالتالي هي 2 اس 2 نحتفظ باكس اس 2 وواحد الا بغينا نكتبو على شكل قوه كنعرفوا بان واحد واخا نضربوه في نفسه مليار مره كيبقى هو واحد. اذا واحد هو واحد أس 2 هو واحد أس 3 هو واحد أس 4 إلى آخره لأنه خا نعاودو نضربوه في نفسه شحال ما ضربناه كيبقى هو دائما عدد واحد. إذا هنا غتعطينا 2 إكس زائد 1 غنعاودو نكتبوها لأن غنحتفظو بها تال الأخير. هنا 2 أس 2 وإكس أس 2 غنجمعهم بجوج وغندير ليهم أس 1 اللي هو
أس 2 ناقص 1 أس 2، وهنا أصبحت لدينا متطابقة هامة اللي هي أ أس 2 ناقص ب أس 2. قلنا التعميد ديالها هو أ ناقص ب عامل أ زائد ب، يعني غناخد 2 إكس ناقص 1 عامل لإتنان إكس زائد 1. إذن هنا درت عملية التعميد. دابا عاد غادي نرجع نلاحظ مزيان العامل المشترك ما بين هاد الطرف وهاد الطرف اللي كيبان لنا بكل وضوح هو 2 إكس زائد 1، لأنه كاين في هاد الطرف الثاني وكاين أيضا في الطرف الأول. إذن أكتب العامل المشترك اللي هو 2 إكس زائد 1 علامة في، وأفتح أقواس التعميل اللي قلنا كنكتبوا فيها الأطراف المتبقية بدون العامل المشترك. إذا هنا غنحاول نشطب على العامل المشترك من الطرف الأول ونشطب عليه من الطرف الثاني، وداكشي اللي كيبقى لنا هو اللي كنكتبوه داخل القوس. وأكد دائما بما أنه هنا عندنا أس 2 يعني أن 2 إكس زائد 1 راه عندنا جوج ديال المرات، عملنا بوحدة غتبقى عندنا واحدة أخرى. الطرف الثاني الى حيدنا 2 اكس زائد 1 غيبقى عندنا هذا الطرف الاول اللي هو 2 اكس ناقص 1. اذا غنحاول نشوف الى كاينه شي حاجه نقدروا نحسبوها داخل قوس التعميل. اذا غنحتفظوا دائما بالعامل المشترك، ما كنبقاوش نقيسوه ولا نحسبوا فيه، كنحتفظوا به كيف ما هو. وهنا غنحاول نشوف واش كاينه شي حاجه اللي نقدروا نحسبوها. بطبيعه الحال عندنا 2 اكس و 2 اكس عندهم نفس الحرف اولا نفس المجهول، اذا غنقدروا نحسبوهم. 2 زائد 2 هي 4، دونك غتعطينا 4 اكس، و 1 ناقص 1 غتعطينا 0، دونك المجموع ديال هادشي كامل هو 4 اكس. وهنا غنكونوا كملنا عمليه التعميد.